الفنانة مادلين توبر بدأت مشوارها مع الدراما التلفزيونية المصرية في بداية الثمانينيات ومسلسل وداعا قرطبة، ولكن بدايتها الحقيقية كانت بتعتبر مع المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي فيلم طريق إلى إيلات واللي قدمته في عام 1993. كمان شاركت الفنانة مادلين توبر في التلفزيون في عدد من الأعمال الدرامية، كان منها مسلسل الفرسان وزيزينيا ورجل طموح وأصحاب المقام الرفيع، وكمان شاركت النجم الكبير محمود عبد العزيز في مسلسل محمود المصري. طبعا عن رأيها في المسلسلات اللي تم عرضها في شهر رمضان اللي فات وعن رأيها في الدراما عموما ده اللي هنعرفه حاليا من خلال لقائنا الجاي بيها. تعالوا نشوف التقرير ورجعوا لنا مرة كمان. الأعمال اللي أنا شفتها يعني يمكن في عمل عجبني، تصور من زمان كان يبقى في حرب ما تعرفش تتفرج على إيه ولا إيه. السنة اللي فاتت كنا بننزل القهاوي لأنه ما كانش في حاجة حقيقي شدانا، يمكن عمل بالعافية. في ناس بذلت جهد، يعني أنت عارف إيه معنى إنك تعمل عمل درامي؟ ده جهود بني آدمين ورا وقدام الكاميرا فظيعة، هم بيحاولوا بس هل أفلحوا؟ لا. المخرج الكاتب اولا، ما دول اللي هم اللي بيشدوا، ونفس الحكايه كلبش ديويدار والمخرج، يعني في شويه عيال، معلش قولوا لنا نقول لكم عيال لان انتم صغنطتين واحنا كبار في السن، فدول فرحانه بيهم جدا، بيكتبوا حلم فبيصنعوا ماده حلوه بعيدا عن مين هو نجم الصف الاول والصف الثاني. فالكلبش وظل الرئيس كانوا في المقدمه السنه اللي فاتت. ما يهمنيش، ان شاء الله ما حدش عارفه، بس المهم انا بتاع انا كده، لا انا كده، انا ما يهمنيش مين اللي قدامي، يعني نادرا ما سالت او اهتميت قوي مين الاساتذه اللي معايا. اللي يهمني الورق وانا اطلع من الورق اغزل انسج وانبسط. ويا ما اشتغلت مع ناس ما بطيقهمش فما بشوفهمش، وعشان كده بقول لك ما يهمنيش. لو حبيت الدور اتجنن بقى، اطلع لك حاجات ولا مرسومه. ياما كتاب اهو، الاستاذ ابراهيم من كتاب العظام كتب لي لاحد ينام في اسكندريه الرقاصه لولا، فجننته لحسن عيسى، حسن عيسى حبيبي المخرج بقى وجه له تحيه. فيعني هي مهم عندي رقم واحد الورق، الكتاب، ثم المخرج، بعد كده مين المنتج، اخر حاجه عندي مين هم اللي معايا.